شين الحبر لو رصاصة؟ يقول شين الحبر تكتب؟ لا هو شخص يعني خلاص. عبد الله شباب نغلق الحلقة شباب زي احتكار راح اي والله مسبب لي كسل وخمول 10 شباب نفتح صفحة 10 محمد سكروا اغلقوا الحلقة تعال اغلق ان شاء الله الله يشفيك يا شباب نبدا ان شاء الله يلا نبدا نفتح صفحة 10 مساعد وفارس عيال يد الله مع الجماعة خلي ابغى يقرا ولا ما يبغى يقرا ترى هو يبغى ترى الدعم يبي من اول صفحة من اول صفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم لين 67 صح؟ اقرا 67 انا؟ اي عند لا وانت نهاية الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فرض ولا بكر إنها بقرة لا فرض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ما أقدر أقرأ التلاوة بقرأ بصوت هادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون خلاص ولا كمل والله مخرج ما التنوين معبوس اليوم مع الزكمة يلا هنذكر من وين؟ روح دق بالله من وين هو من وين قف؟ من 72 فقلنا اضربوه ببعضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلنا اضربوها ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء
وإن منها لم يهبطوا إن ما إن وإن وإن منها لما يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بعد ما يرجع عاد حسب ثلث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن تمسنا النار وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده لن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحسن. لحظة سالم قبل ما تبدأ شباب، بالنسبة للوقف لما توقف في وقف اسمه اضطرار يعني كضك النفس توقف ما مشكلة، لكن في بعض المواضع ما يجوز يعني توقف فيه لأنك تغير المعنى كامل. على أساس كذا جاءت السكتة في القرآن الكريم، يعني يقول قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ما يصير تقول قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن والعياذ بالله، يعني كأنك تقول الله ما وعد، فأنت تغير معاني كذا. فلما توقفوا شباب وقفوا في مكان تحس أنه بيكمل المعنى، ما توقفوا أي مكان. الوقف لازم عليه لام فوق. لا حرف اللام والجيم. طيب الجيم جائز. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. راضي لخمسة ثمانية. حسن.
وإذا أخذنا ميثاقكم لا تفسكون دماءكم لا تسفكون ولا لا تسفكون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم تظاهرون تظاهر تا مفتوحة تظاهرون تظاهرون ألا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسرى تفادوهم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون إلى 90 بارك الله فيك إلى 90 بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين أحسنت إلى 92 إلى 92 قل لها شوي أخوك يلا لين 91 لا 91 وإذ قيل لهم وإذا فيها ألف لا فيها ألف ما مشكلة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون قل في
فلي فلي قل هو يكلمه فلي ما قل ف ف فلي ما أيوة قل فلي ما تقتلون الأنبياء الله من قبل أن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون خلاص بارك الله من أمس بكثير كلكم فرحان لنهاية الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بارك الله خير إلى 96 إلى 96 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون أحسنت إلى وين يقرأ منيف؟ إلى 99 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبه بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أحسنت نهاية الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كلما عاهدوا عهدا نبذ فريقا منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريقا من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون إلى 102 أحسنت إلى 102 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أحسنت. أنا أبا أرد عليكم إلى نهاية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أنهم آمنوا واتقوا للمثوبة من عند الله خير لكانوا يعلمون. يا أيها خير لكانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذابا أليما. أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليهم من خير من ربكم. والله عليكم من خير من ربكم وأن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بطل والله بطل. فارس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كم؟ 108. ما ننسخ من آية أو ننسخ ما عليها ضمة ما ننسخ. طيب ما ننسخ من تقدم خالد أرجوك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. أحسنت يا أحسنت. جزاك الله خير. بارك الله فيك. ما عاد بدنا. 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قالوا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كمل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أينما تولوا فثم فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. جزاك الله خير. كم لنا تصب برش 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 لنا تصب بديع السماء من الشيطان الرجيم. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين. وياك حبيبي وياك الكلكم وياك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. على خير بإذن الله على خير. لا